السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا بعد مباراة إستون فيلا، انتقادات لادعة يعني على رياض محرز، وين تعرض الدولي الجزائري رياض محرز لانتقادات قوية من المشجعين بعد مشاركته في مباراة مانشستر سيتي وإستون فيلا في الدور الإنجليزي. يعني وين الغرابة كبيرة كاع، وين تستغرب وين تدخل، على درنا لكم في الباجة تاع الفيسبوك، وين تدخل تصيب جزائريين يتبعوا في ذوك الإماراتيين، ويتبعوا في الخليجيين والمصريين، ويتبعوا في بعض كارهين لمحرز، يكرهوا محرز، تسيبهم يعايروا في محرز معاهم. فهمناش على تعايروا ود بلادك، امشي مع ود بلادك، معليش اسكت. انا نقول باللي دي فوا والله العظيم نهدر، نقول باللي انا من حقي نهدر، نقول باللي سليماني صاي سليماني ما راش في ليك نورمالمون، ما كاش في ليك ناسيونال نورمالمون، هو يعاون لونترينير يقول له بين اعتزل دوليا، يديكلاري نعتزل دوليا. المدرب بين قاسم قال لهم انا ما نقول حتى لواحد اعتزل ما داروا ميلمو، الباب مفتوح ليهم. تاع نورمالمون هاد اللعابه كيما بن عمري هادو بدران هادو قاعد نورمالمون يقولوا يا ودي صايك، حنا صايك ما نجحناش في مهمه، وين الشعب عطانا مهمه ما نجحناش فيها، الشعب دعمنا في مهمه ما نجحناش فيها، صايك سيمو بيهم المدرب نورمال. بصح سهله دي فوا نصيب التاليه هذه، شتم الناس تنتقد في بلايلي وفي في سليماني، ندافع عليهم امام البراني. بصح نهضر نقول باللي ما كاش بلايصهم في ليكيب ناسيونال، بصح في الانديه تاعهم لا نورمال يلعبوا الله يسهل. بصح واحد كيما محرز علاه طايحين عليه؟ انا نعرف علاه طايحين عليه، انا نعرفه. دي فوا نشوف واحد انايا يعاير في محرز، ندخل بروفيل تاعو نشوف، نعرف انتماء تاعو وين. محرز وين كرهوه بعض الجزائريين، يتسماو جزائريين، يتسماو جزائريين من اصحاب النوطف الطائشة. انا نقول لهم نوطف طائشة وين يعايروا في محرز بسبب رفع العالم تاع فلسطين. هذه هي شي قضية كبيرة، ولا نعطيكم الرسمي شكاين. انا على محرز، محرز لعاب، محرز ابن الجزائر، محرز اللي يشرف رد الاعلام تاع الجزائر النهار اللي زاتشي جا ولاو يطيحوا في ليكيب ناسيونال. محرز مهنه داروا ليه، داروا له مؤامره مع الطوغو، نهار اللي بغينا نلعبوا مع الطوغو بغاو يهرسوه كيما يهرسوا باللومي، وكان ليا الشرف والحمد لله يا ربي في ذاك الوقت كشفت المؤامره، كشفت المؤامره من جزائري من الاتحاديه الجزائريه انا ذاك كان معاهم. بصح لا طاقه، ما ثم عندوش طاقه مسكين باش يقولوا منعلو الشيطان واش راكم ديروا. اعطاني هذه المعلومه وهدرتها وصابوها الصح، صابوها الصح، صابوها الصح، صابوها حقيقه واش هدرت. عطيت المعلومه للعم محرز، ومحرز عطا، وعم محرز مد المعلومه المحرز بروحه، ومحرز اتصل بالسيد هنا في الاتحاديه الجزائريه وعند العضو عطاه الرسمي شاكيش مكاش باش ندخلكم ليه في ريسانكم. محرز حاقدين عليه. وين تعرض الدولي الجزائري رياض محرز انتقادات قويه من مشجعين بعد مشاركته في مباراه مانشستر سيتي استون فيلا في الدور الانجليزي، ودخل رياض محرز كبديل في الدقيقة 73 من تعديل مانشستر سيتي مع مضيفه استون فيلا في الجولة السادسة من الدور الانجليزي الممتاز مساء السبت، وان اتفق عدد من المشجعين على ان رياض محرز ظهر بأداء متراجع مثل ما كان عليه الحال منذ بداية الموسم الجاري، بدليل عجزه عن تهديد والخطر على مرمى استون فيلا. وغرد احد مشجعي مانشستر سيتي، هذا جزائري، هذا والله لا جزائري، سموه سالم سالم،
لا مقران و ارجت لك اسمه بالفرنسيه دايرها مقران. هذا راهم كومونتي في الباجا تاع مانشستر سيتي، الباجا الرسميه تاع مانشستر سيتي مع يعاير في محرز مقران وابني سالم سالم. قال لهم هذا التعادل يتحمله بيب غوارديولا لانه يريد حمايه محرز والكير فوندين، بينما يقدم جوليان الفيريز يعني اداء رائع. واضاف الاخر جبت لكم تاع جزائريين رزقي رزقي، اتمنى ان اكون خاطئ ولكن اعتقد جدا رياض محرز اصبح عبء عن سيتي. تقول تاع باباك سيتي انت يا عيب تاع سيتي تاع باباك هذه تاعي. وكان سيتي اعلن في جويلية الماضي عن تجديد عقد رياض مع الصيف عام 2025، وهنا كانت الكارثه. كنت اريد محرز طرده من سيتي لانه لم يتحصل على اي لقب. انت تبي تحكم عليه على الشامبيونز ليغ، النقطه في الطائشه. وسار معلق اخر على نفس النهج وبخصوص العقد الجديد للنجم منتخب قال محرز كان يجب عليه ان يطرد من السيتي وما زال امامهم الوقت لكي يطرد بادخال واللعب برناردو سيلفا او جوليان، انهم احسن منه بكثير، هذو جزائريين خويا. وابدا مشجع غضبه الشديد على مستوى محرز، مغرد رياض محرز يجب الا يرتدي قميص مانشستر سيتي مجددا. تاع جدك، جدك خلى لك هذه لاتوني تاع مانشستر. وكتب مناصر ان اردنا ان يكون فريقنا مخيف للمنافسين، محرز وكير فوندين يجب ان يجلسوا على دكه البدلاء، وفي الاسابيع القادمه سنكون على موعد مع ملاقات الاقوياء. تقول تاع باباه، واحد كان اللي يهضر لك تقول تاع باباه. استعمل بالله تحسب تاع والديكم. وفرط مانشستر سيتي في فوز على مضيف استون فيلا يعني، وين تعادل معه هدف لهدف، وسجل هولاند هدف سيتي في الدقيقه 50، فيما احرز يعني ليون هدف استون فيلا في الدقيقه 74، وبقي السيتي في المركز الثاني برصيد 15 نقطه بفرق نقطه واحده وراء ارسنال الذي لعب مساء الاحد امام مانشستر يونايتد في قمه الجوله، فيما ارتفع رصيد استون فيلا الى 4 نقاط في المركز 17. ولجأ المدرب السيتي بيب غوارديولا الى طريقه اللعب 4-2-3-1، حيث وقف جون ستون يعني الى جانب روبن دياس في العمق الخط الخلفي باسناد من ظاهرين والكير وجون كانسيلو، وين وقف روديو والكير جون يعني في منتصف الملعب، فيما تحرك الثلاثي برناردو سيلفا ديبرين وفوندين خلف المهاجم الصريح أولون. من ناحية المقابلة اعتمد المدرب استون فيلا جيرارد على طريقة اللعب 4-3-3، حيث تكون خط الخلفي من 3 لاعبين يعني نقولوا بين 4 لاعبين، وجدنا يعني وين كانت المباراة ومرت آخر يعني نقولوا باللي المباراة كانت في القمة، مباراة وين شاهدنا فيها أهداف، شاهدنا هدفين يعني هدف من كل جانب يعني، وكانت يعني وجدنا هدف ملغى يعني بداعي التسلل، هدف كان يكون في القمة من أحسن أهداف في هذا الموسم يعني، الهدف اللي ضيعه كيسموه يا ربي نقول لكم شكون ضرب المهم اللعاب هذاك وين المهم كانت اللعب اللي ضيع هدف وين حسبه له اورجو يعني ما حسبهاش دار اورجو لاربيت وين حط تسلل.
المهم رياض محرز وين يبقى يبقى لكم هنايا حصل لكم ان شاء الله بربي. هذا هو رياض محرز. ما تنساو شي عطونا جيم عطونا كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا باش ديما نقعدوا معكم بجديد وربي يحفظكم. سعيدكم.